تفاجئنا يوم الخميس الماضي بقرار معمم على القيصريات من طرف وزارة الداخلية كيقضي بإغلاق القيصريات والمولات، الشيء اللي استغربنا ليه من بعد ما رخصوا لنا بالفتح، رغم أننا خدينا مجموعة من الاحتياطات والتدابير الاحترازية كيف ما هو مبين في اللافتة، وقمنا بحملة تحسيسية داخل القيصرية يعني في صفوف التجار، وكذلك في بعض الزبناء اللي كانوا كيتوافدوا على القيصرية وكنخبروهم بأن المحلات مغلقة، كنا كنستغلوا الفرصة ديال التواجد ديالهم باش نحسوهم بالإجراءات اللي مجمع اتخاذها يعني فورا سماح السلطات بفتح القيصرية، إلا أنه كيف ما قلنا تفاجئنا يوم الخميس الماضي عشية بهذا القرار هذا، الشيء اللي في حقه خلى واحد الصدمة في وسط التجار، باعتبار أن التجار كتعيش واحد الوضع إلا قلت مزري ما غنكونش كنبالغ، بحكم الالتزامات المالية التجار عندهم شيكات عندهم إفيات، بالإضافة الالتزامات اللي غير مكتوبة بحكم أن التجار كيتعاملوا مع مجموعة من الممولين اللي خصهم يزودهم بأقساط مالية على رأس كل أسبوع، الأمر ربما كان تفهم بيناتهم في الأسابيع والأشهر الأولى ديال الحجر، ولكن من طالت المدة فالأطراف الأخرى يعني كنقصد الممولين حتى هما يعني حسوا بضائقة مالية، وبالتالي فمبقاش مازال فين أنهم يصبروا، الشيء اللي شكل واحد الضغط إضافي على التجار. هذا ناهيك على الالتزامات العاديه اللي كيعيشوها جل المواطنين، اكراهات ديال السكن، اكراهات ديال الاقساط ديال 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 الشقق ديال المدارس ديال الحياه اليوميه. هناك في اوسط التجار من وصل لحافه الافلاس، وهذا ماشي من باب المبالغه ومن باب التهويل، ولكن فعلا على اعتبار ان الناس اغلبهم يعني السلع ديالهم كتكون مخوده بالدين وباقساط، وبالتالي ف القرص فجأة أنه أمام يا إما يسدد يا إما أنه غيضطر يبيع السلعة ديالو بخسارة، وحتى هذا الأمر هذا غير متاح على اعتبار أن كل غرق، الإنسان إلا بغى كاع يبيع ما غيلقاش لمن يبيع، وبالتالي فالتاجر كيلقى راسو أنه مضطر أنه يحيد مثلا واحد السلعة من الفيترينة جديدة ويخسر فيها، يعني يخسر فيها الصنعة، يخسر فيها الدمغة ديال الديوانة، يخسر فيها واحد العدد ديال المصاريف اللي كيصرفها على الذهب الخام باش يحولوا سلعة قابلة للاستهلاك ويبيعها بقل ثمن. رغم ذلك الناس هاد الأمور هذه صبرات لها تقريبا الحجر، راه نقدر نقول لك بدون مبالغة وتقدر تعاين براسك أن الناس خصوصا ديال تجارة الذهب وكذلك نستثني الناس ديال الحوايج سميتو التزموا من اليوم الأول للحجر الصحي، وكانت منابر صحفية اللي جات عينات والسلطة براسها تقدر تأكد هذا الشيء. أكثر من هذا كما قلت لك حنا استبقنا الأمر وقمنا بإجراءات احترازية كيف ما كتشوفوا لافتات وملصقات وحملات تحسيس، صورنا فيديو، وصل بنا الأمر أننا قمنا ببروفا كيفية التعامل مع الزبناء والدخول ديالهم والخروج ديالهم، حيث خصنا بوابة خاصة للخروج مع التعقيم وبوابة خاصة للدخول. أكثر من هذا لزمنا أصحاب المحلات أنهم يقوموا بالتعقيم ويوضعوا أفريشة يعني مبللة بسائل معقم، التعقيم داخل كمامة المحل، تلزموا التجار أنهم يستقبلوا زبون واحد رغم كل هذا الشيء اللي لقات نويه من طرف جهات مختصة. المبرر تيقولوا بأنه القيصرية مكان مغلق، حنا هذا الأمر هذا يعني يثير استغراب، ولكن للأسف كنتفاجئوا بأن مساحة تجارية كبرى غير مختصة في المواد الأساسية وفاتحة مساحة تجارية مختصة في العقاقير، كاين مساحة تجارية مختصة في الألبسة، مختصة أكثر من هذا كاين مساحة تجارية مختصة في الأفريشة وفاتحة، هما مسموح لهم بالفتح وحنا قال لك تغلق. هذا الأمر هذا بغينا تفسير، حنا مستعدين لكننا مطالبين بإجراءات احترازية أخرى، حنا نرحب بهذا الأمر بالعكس، إن جانب السلامة والوقاية بالنسبة لنا أولوية، يعني أن التجار عموما شأنهم شأن هذه القيصرية وقيصرية تخيون خاصة تجار الذهب منخارطين في جميع الأمور اللي عنات عليها الدولة، تعبينا منهم عن حس المواطنة وحس تضامن في ظل هذه الظروف ديال هذه الجائحة. يخص النقاط اللي طرق لها الأخ عبد الله كلها في صميم، كتبقى حاجة واحدة، حنا عندنا واحد المضرة اللي التزمنا بها تقريبا دابا واحد 3 شهور، المسألة اللي كاينة هي دابا من ما بعد هاد 3 شهور اللي داز، فيما يخص كاين عندنا واحد حنا واحد الحوايج كنتعاملوا كلها بعدنا بواحد الاجل داز 3 موا، اذا ان فوا غادي تبدا عندك من الغد غتبدا عندك مضره. المسائل اللي كاينه هنا بالنسبه اللي قالت الدوله على هادشي ديال النظافه والشروط ديال التعقيم كلها عندنا،
كاين محلات اخرين يقدر ما يكونش عندهم كاع بالنسبه لهذا الاسباس اللي عندنا حنا، وحنا ملتزمين على الشروط اللي قالت الدوله. بالنسبه للمسائل اللي كاينه هنا ديال الاخوه هنا راه كلهم عندهم التزامات، اين فوا اين من ابتداء من نهار يحلوا عندهم 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 عندهم, عندهم شيكات، عندهم كاين بزاف الحوايج، ماذا عندهم الهاتف، عندهم عندهم الضوء، بزاف الحوايج مازال ما خلصوهاش. كتبقى عندنا حنا حاجه وحده هي السلطه انها تجي تقوم هنا المسائل اللي عندنا هنايا، وغتنظر بعين تاخذ بعين الاعتبار النقاط اللي تطرق لها الاخ، ونتمناو من تجي دير عندنا هنايا واحد النظره تعطينا نخدمه.